من بعد الخلاف اللي صار بين أنس الشايب وبيسان إسماعيل وإعلانهم عن انفصالهم، ومن بعد ما حكت بيسان عن الانفصال بعدة مقابلات، ها هو أنس الآن يخرج عن صمته ويحكي وأخيرا عن رأيه بخصوص هالانفصال. فقبل فترة وبمقابلة على تلفزيون الآن، صرح أنس موجها النصيحة لمتابعينه أنهم ما يبنوا حياتهم على شخص أو يعتمدوا عليه، لأنه إذا تركهم رح يدمر حياتهم. فشاف الجمهور أنه أنس عم بيلمح عن تجربته مع بيسان إسماعيل، فكان صرح سابقا أنس أنه كان مركز على بيسان بشكل كتير كبير حتى أهمل حاله وأحلامه. وبآخر مقابلة له ضمن برنامج رغد الرمضاني 1 to 1، صرح أنس من بعد ما طلب منه تخمين صورة تين المشهور الظاهرة خلفه على الشاشة أنه ما بده يذكر اسم بيسان أبدا ولا حتى يشوف صورتها أو وجهها بعد الخلاف والانفصال اللي كان بينهم. فشو رأيكم بتصريحات أنس والشي اللي صار بين أنس وبيسان؟ شو أحكي؟ عادي أحكي اسم الشخص. أنت عملت شي غلط، حكيت مين اللي بشاجة صح ولا لا؟ بس أنا خلص هذا اللي يعني بقول هذا الاسم أنا غلط. ما بدي أرجع أذكره على لساني. ليش؟ واسم مين؟ أخذت عهد حالي إذا اسم اللي ببالي على الشاشة بصراحة ما بدي أحكي الاسم. هذا الشخص إذا هو اللي ببالي أنا ما بدي أحكي اسمه، فهمت علي؟ حتى لو شفت صورته حلف وجهه، ما بدي تشوف كمان صورته. خلص هيك إيه؟ انا بني ادم هيك خلص هيك إيه؟ هيك مخي. يعني في شخص بينك وبينه مشاكل؟ اكيد في شخص، يعني مش مشاكل بس انه خلص انا بحب لما اكون مع شخص ولما انفصل انا وهذا الشخص ما بحب اذكر اسمه باي مكان. تنفصل انت وهذا الشخص؟ ما بحب. يعني شاب ولا بنت؟ بنت اكيد، حطيت اكيد مش حطيت صوره ولد.